هنا منطقة غرغور الغابية أتت عليها ألسنة اللهب وأورقت من جديد وعاد لأغصانها الأخضرار. العالمين صبت الضر شجرة خضارت، ربي يخلف على الشجرة ما يخلفش على قصاصها، الحمد لله رب العالمين، الدنيا خضارت، ربي قادر على كل شيء، شجرة الأم فهي حماية والأمان. كما قاعد نشوفوا هاي خير تاع ربي سبحانه، وشجرة رجعت وأمل عند ربي سبحانه، راهو أمل بعد دمار، وإحنا نقولوا حسبي الله ونعم الوكيل في الناس هذه اللي راهي تقطع في شجرة وتحرقه. احترقت وعادت إلى الإخضرار، هذا ما أجمع عليه رأي الطارفيون لرؤيتهم عموم الأشجار. إن شاء الله فيها أمل إن شاء الله، والحرائق اللي صارت هذيك عندها مدة إن شاء الله ربي يعوض إن شاء الله للناس المضرورة، وإن شاء الله ترجع للحياة إلى المجاري تاعها. هاي ميتة هاي خضرة، ها الحمد لله، ها ثبت المطر وعطانا ربي خيرها. الشجرة هي الرية تاعنا، الحمد لله كي ثبت النوى. هكذا كانت وهكذا أصبحت بعد نيران وحرائق، فيا ترى كم تضررت غاباتنا وبالعد كم من هكتار؟ بعدما مرت علينا الصيف السابقة والتي أدت إلى احتراق تقريبا 9000 هكتار من الثروة الغابية، الأمطار الغزيرة الحمد لله اللي شفتها من الطرف، ولاحظنا أيضا رجوع الأشجار الخضيرة تاعها، دونك الكورتا الفورستيك، وإن الله يحيي الأرض بعد موتها. وفي مختلف المناطق سقى الغيث أرضا فأحيا ميتا بإذن ربها من مياه الأمطار.